تركي عيشي حياتك. لما أي واحد يحكي لي زي هيك أعتبره عدوي، يعني إنه أنت ليش بدك تخرب أسرة، وإنه هو بالعكس سندي حتى لو إنه نفسه حتى أحيانا. لما أحسه بدي أعترفي أحمله من بين إيدي هيك، أحمله وأرفعه عادي. هلا بدهم يجوا اثنين يشيلون على الكلباية، اثنين ما بيقدروا يشيلون، بس هي كانت لحالها تشيل. طبعا لما حكوا لي انا بالبدايه يعني قدامه قدام اخوه ما اظهرتش يعني، فانا التفت عليها هيك فعلا شفتها، كانوا دموعها نازلات. ما بدها تظهر لي الاشياء اللي انت كنت تعمليها ازاد لشكل مرهق استنزاف. احنا جسدين وروح واحد، يعني هذول 30 سنة مش يوم يومين، يعني يوميا تعمل علاج طبيعي، يوميا تعمل كذا. أنا يعني ما كنت محتاج أي شيء آخر، صح أنا بتحركش بس كنت مش محتاج أي شيء، لأنها كانت تعمل كل شيء.